أهلين بنتي، عن جد من شوي خطر لي إنه جاي على بالي أشرب شاي، وإنتي إجيتي وجبتي معك شاي على السريع. ومن شان السرقة أنا لساتني واثق إنه رح نلاقي الحرامي ورح نكشفه، بس إنتي طولي بالك يا قلبي. إيه صحيح، بارفي ديفي هي رح تعملنا مشاكل لأنه رح تخلص المهلة وإنتي ما كشفتي الحرامي. إنتي بتعرفيها قديش مرة عنيدة وبتصر على رأيها. خلص بابا انسى الموضوع، إنت بس قلي إذا أنا طلبت منك شغلة بتعملها ولا بتخجلني؟ بنتي إنتي شو اللي عم تقولي؟ أكيد أنا رح أعطيكي كل شي بدك إياه، أنا أبوكي وكل شي بدك إياه رح يتنفذ فوراً يا قلبي. طيب هلأ أشرب الشاي وبعدها منحكي. إيه يلا. لحظة ميت، أنا كتير آسفة بس أنا ما بعرف شو صار لي، أنا بحياتي ما ساويتها وما رح عيدها أبداً، لهيك بترجاك تسامحني. وهون كل المصاري بالشنطة. لحظة، أنت لوين رايح؟ في درس تعلمته من زمان إنه لكل فعل رح يكون في إله ردة فعل، واللي صار كتير واضح، وانتي بهي اللحظة رح تتحاسبي عليه. انتي عملتي اللي بدك اياه وما فكرتي نهائيا بالعواقب. شو اعمل؟ اكيد رح يقول للكل اني سرقت المصاري من الشركة. يلا يا بنتي، وهي شربت الشاي، وهلا اتفضلي قولي لي شو بدك. المسامحة. سامحة؟ بدي اياك تسامحه لميت وترجع تحكي معه من جديد. ابي ابي انا بدي احكي معك.